وطبعا لسه مع نجوم النادي الاهلي، بس هنروح نشوف تقرير مع واحد من هؤلاء النجوم، مع اكرم توفيق اللعيب اللي ظهر بشكل اكتر من رائع في وسط ملعب النادي الاهلي في مباراه سون ديب. لعيب صغير، لعيب مجتهد، كل جماهير النادي الاهلي يعني متمثله او يعني مستنيه مستنيه ان شاء الله منه الكتير، والجهاز الفني كمان واللعيبه بتعول عليه يعني في الفتره اللي جايه. بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب في وسط الملعب بشكل اكتر من رائع، يمكن من اول المباريات الافريقيه اللي بيشارك فيها. هنروح نشوف يعني اكرم قال ايه مع زميلنا المتالق يعني سفيرنا مراسلنا هناك في النيجر فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، نشوف التقرير ونرجع نكمل اخبارنا في البيت الكبير. كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني احنا على طائرة العودة من جديد إلى القاهرة عقب نهاية لقاء الأهلي وسونديب في مباراة الذهاب وفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. معنا واحد من اللاعبين اللي دائما ما يظهر برداء المحارب، سواء شارك أساسي سواء شارك بديل، هو واحد من اللعيبة اللي بيتميز بالأداء الرجولي بطموحات جديدة وبدوافع جديدة. عاد من جديد للنادي الأهلي والنهاردة كان واحد من نجوم اللقاء. اكرم انا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وانا دايما ببقى سعيد وانا معاك انك انت واحد من اللعيبه اللي عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، واحد من اللعيبه الرجاله. حبيبي يا رؤى ربنا يخليك. طبعا انا مبسوط يعني على تقديمك الجميله دي. طبعا انت عارف يعني ان احنا اتربينا وتعودنا ان ننزل في اي ماتش نموت نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي، وده الطبيعي وده العادي. النادي الاهلي يستحق اكتر من كده بكتير، فيا رب ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلها وتكون بدايه موفقه ليا ولزمايلي يعني وفي البطوله. يعني اكرم النهارده مباراه كبيره، يعني خاصه ثلاثي خط الوسط انت وحمدي فتحي وديانج، لعبتوا مباراه كبيره وتبادل الادوار ما بينك وما بين حمدي فتحي وديانج في يعني اللعب اللي كان في طريقه 4-1 4-1، كنت بتتبادلوا الادوار وايضا الزياده الهجوميه كنت بتعملها مع حمدي فتحي وديانج. والله احنا قبل ما ننزل طبعا الراجل اتكلم معانا وقال الثلاثه بتوع نص الملعب، يعني لما طبعا انت نص الملعب ده ميزان الفرقه، لو انت اللي تقدر تتحكم في رتم اللعب طبعا بقى بالكلام وبالتاقلم مع بعض، مثلا نقول اقول لحمدي روح يا حمدي، حمدي يقول لي لا اقف كده، يعني بنتكلم مع بعض كتير. وديانج نفس الكلام، طبعا حمدي بيخلينا نزيد وهو بيطلع في ظهرنا، حمدي راح احنا بنرحل، يعني الشغل العادي بتاع الديفندرات. فالحمد لله يعني ان احنا قدرنا نعمل ماتش كويس النهارده، ويا رب ان شاء الله يكرم في اللي جاي. يعني احنا خلاص انتهينا سريعا من البطوله التاسعه، عندنا دوافع جديده وبطوله جديده، وانت عارف ان احنا في النادي الاهلي دائما احنا مطالبين بكل بطوله وجماهير النادي الاهلي مستنيه منكم البطوله. شايف البطوله الافريقيه هذا الموسم ازاي؟ انت قلت يعني احنا دايما خلاص نسينا التاسعه بنركز في العاشره، طبعا حلم جديد وطموحات جديده، نموت نفسنا ان شاء الله عشان خاطر العاشره عشان خاطر النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي رفع راسه قدام اي حد لانه بطل، نموت نفسنا عشان خاطر الجماهير، لان فعلا والله الجماهير تستحق اكتر من كده بكتير، وبنموت نفسنا عشان خاطرهم، وربنا يكرم ان شاء الله في البطوله بتاعت افريقيا ان شاء الله وتكون العاشره من نصيبنا ان شاء الله. اكرم عايز اتكلم عليك بالتحديد، يعني نوعيه اللعيب اللي يخرج اعاره من النادي الاهلي مش بالسهل ان انا ارجع وارجع للنادي الاهلي من الباب الكبير وان انا اكون محافظ على مستوايا وان انا ادي بالصوره دي. انت بتدي رساله لاكثر من لاعب ان كره القدم مش ان انا خلاص خرجت من النادي الاهلي خرجت للاعاره معناه ان الباب اتقفل. لا انا استخرت ربنا قبل ما اطلع والحمد لله، يعني السنه ونص اللي طلعتهم الجونه طبعا حابب اشكرهم واشكر مجلس الاداره واشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني اللي مسكني واشكر العمال كمان، كل الناس رجعت خدت عهد على نفسي ان انا اقول للناس ان انا لا العب، ويعني اي واحد طموحاته انه يلعب، وطبعا لما بتلعب مع النادي الاهلي بيبقى شكل تاني وحاجه تانيه يعني. فطلعت عشان اقول للناس ان انا استحق فرصه ان انا العب ويتصبر عليا، والدليل لما طلعت ربنا كرم ورحت منتخب مصر الاول وعملت بطوله بفضل الله تعالى مع الاولمبي. فربنا يكرم يا رب الفتره الجايه، وانا مستني ان شاء الله يعني دايما يعني اكون عند حسن الظن دايما، وربنا يكرم في الفترة اللي جاية يا رب.
اكرم كنت واحد من اللاعبين اللي الجماهير النادي الاهلي طلبت برجوعه ان هو يرجع من الاعاره، ايضا مستر بيتسو موسيماني اتكلم وقال ان اكرم واحد من كنت من اوائل اللعيبه اللي الراجل راهن عليها. طبعا دي حاجه تفرحني وتبسطني لما الراجل يتكلم وعايز ان انا وطلب اسمي واول واحد، ومبسوط جدا ان الجماهير طلبت برجوعي، فده حاجه طبعا تديني دفعه ان انا انزل التمرين او انزل ماتش اكون عند حسن ظنهم، وبدل ما ببذل 100% لا يكون 200%. فربنا يكرم ان شاء الله، انا جاهز يعني في اي وقت جاهز. النهارده يعني اكرم متبادئ اللقاء، اللي يشوفك ما يحسش ان انت كنت بعيد عن النادي الاهلي او ان انت خرجت اعاره، لا اكرم منسجم مع اللعيبه وده اسلوبك المعتاد. انا طبعا انا لعبت مع الناس دي وانا مبسوط يعني وعارف كل واحد فيهم وحافظ النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي ومفيش يعني رهبه ولا اي حاجه، مفيش حاجه خالص. الانسجام اللي ما بينك وما بين اللعيبه وما تحسش ان اكرم كانت رجليه بعيده عن الملعب او لعبت النادي الاهلي؟ انا بقول لك قعدت سنتين ونص مع اللعيبه وحافظهم وهم حافظيني والحمد لله يعني زي الفل كويسين. اخيرا يا اكرم، كاس العالم للانديه وده حلم كبير، وانك خلاص مع النادي الاهلي وكاس العالم للانديه اكيد حلم كبير وبطوله مهمه بالنسبه لك يا اكرم. طبعا كاس العالم يعني تتكتب في تاريخي، ربنا يكرم ان شاء الله ونحقق فيها حاجه ان شاء الله والواحد يشارك فيها، وهتبقى يعني تاريخ كبير ليه ولعيلته، فربنا يكرم يا رب ونقدر نعمل حاجه عشان خاطر الجماهير يعني. مين احب اللاعبين لقلبك بقى وشايف ان هو انت بالنسبه لك مساله اعلى؟ لا كابتن حسام غالي، هو ده زي الفل، ده وخلاص مفيش حد غيره. انا بشكرك اكرم واتمنى لك التوفيق وتشرفت باللقاء معاك. ربنا يخليك. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقائنا مع اكرم توفيق واحد من نجوم ولاعبي النادي الاهلي المميزين. طبعا بنتمنى له كل التوفيق ونتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في القادم من المباريات.